شاركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نظام أخلاقي رائق وفائق، وبين لنا كيف نتعامل مع حياتنا الدنيا، وجعل الدين جزءا من هذه الحياة، ودعانا إلى حب هذه الحياة وأن نتمسك بها، فحرم علينا الانتحار، وأمرنا أن نرى الدنيا بعين متفائلة، فكان يحب التفاؤل في كل شيء، ونهانا عن وأد البنات وعن القتل وعن الإفساد في الأرض. وقال له مرة: أيكذب المؤمن؟ قال أحد الصحابة: أيكذب المؤمن؟ قال: لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكون صادقين، ولما أوصى معاذا قال له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. دائما الأخلاق ربطها بالإيمان بالله، وربطها بموقفنا في يوم القيامة، ربطنا بالقلوب الضارعة لرب العالمين. اتق الله حيثما كنت، في أي مكان كنت لابد أن تكون ذاكرا لله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اتق الله حيثما كنت. ولما سئل الإمام علي عن التقوى فقال: العمل بالتنزيل، والخوف من الجليل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. اتق الله حيثما كنت، بأن تخاف من الله فلا تفسد في الأرض، بأن تتذكر قدرة الله عليك. فهذه هي العلاقة التي بينك وبين الله، بينها بأنها مبناها التقوى. العلاقة التي بينك وبين نفسك يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. كل ابن آدم يقع في الخطيئة ويتوب ثم يقع فيها مرة أخرى، وخلق الإنسان ضعيفا. الإنسان كان ضعيفا في بنيته، في تفكيره، في تغلب الشهوات عليه، في غفلته، في نسيانه، ولكن الله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يتوب، والله يفرح بتوبة عبده فرحا شديدا كما ورد في الأثر. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك برنامجا تتبعه بينك وبين نفسك: كلما أخطأت خطأ بادر بعمل صالح، تصدق ولو بالقليل، اذهب فتوضأ. هذا العمل فيه محاسبة للنفس واعتراف بالخطيئة، فيما أسميناه في أدبياتنا الحديثة بعد ذلك بالنقد الذاتي. يجب أن ننقد أنفسنا نقدا ذاتيا، وهو كلام سيدنا الرسول وهو يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. النقد الذاتي ليس فقط نقدا وجلدا للذات، بل لابد أن تتبع السيئة الحسنة. تصدق، صل ركعتين، توضأ، اذكر الله، اغتبت شخصا ادعو له بالخير، استغفر له، فيأتي هذا الذي فعلته في الحقيقة لمصلحتك أنت، ترقيق لقلبك، منعا لك من أن تقع في مثلها، فإذا وقعت فهكذا يكون أبدا. ليس في هذا استباحة للخطأ ولا استهانة بالخطأ، بالعكس، فإن هذا التدريب سيؤدي إلى استعظام الخطيئة والبعد عنها والندم على الوقوع فيها، ولن يؤدي إلى تلك الاستهانة التي يدعيها بعضهم أبدا. سيؤدي هذا
بأن تتبع السيئة الحسنة حتى تمحوها سيؤدي إلى أن تمتنع أنت نفسك عن هذه السيئات. وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ويبدأ المسلمون في التفنن في تحسين الخلق الحسن للناس، وعندهم ما يسمى بالحديث المسلسل. الحديث المسلسل بالحسن، فيقولون حدثنا شيخنا وكان خطه حسن، حدثنا شيخنا وكان ثوبه حسن، حدثنا شيخنا وكان صوته حسن. يعني يبحثون عن مواطن الجمال في الرواة، عن الحسن، عن أبي الحسن، الحسن ابن علي، أبو الحسن اللي هو سيدنا علي بن أبي طالب، عن جد الحسن صلى الله عليه وآله وسلم، النبي جد الحسن، الحسن عن أبي الحسن، عن جد الحسن. انظر طريقة المسلمين في العرض، أحسن الحسن الخلق الحسن. دعانا إلى الخلق الحسن، ترك لنا ميراثا جميلا. كل خلق حسن وكل خطة رشد يأتي بها أحد من العالمين فنحن نوافق عليها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا، وبين لنا أن هذا الحسن والجمال والحب والرحمة وتلك الأخلاق إنما نبتغي بها وجه الله مخلصين له الدين. ولو كره العالمون، لكننا لا نعامل أحدا في الأرض إلا من خلال الله الذي خلق، والله الذي أهدى، والله الذي هدى. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.